الصلاة نور، كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم، علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين، مآسي الشباب في كل مكان، وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن، انضبطوا في صفوف المصلين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد زمان. متى ستنضم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون، وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات، والمسارعة إلى المساجد، والمحافظة على تكبيرات الإحرام؟ خمس صلوات، من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه.